ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هو أي سبب أن اليهود بيكرهوا سيدنا جبريل عليه السلام؟ سيدنا جبريل عليه السلام من أقوى الملائكة وأمين وحي السماء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما شافه في رحلة الإسراء والمعراج شاف جناح واحد على هيئته الحقيقية سد بين المشرق والمغرب. فمرة مجموعة من اليهود راحوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعايزين يعرفوا عن الإسلام، فبيسألوه بيقولوا له من وليك يا محمد؟ يعني مين الأمين اللي بينزل لك من السماء بالوحي؟ لأن هم عارفين أن أي نبي بينزل عليه ملائكة من السماء ورسل من عند ربنا سبحانه وتعالى بالوحي. فقال لهم جبريل عليه السلام هو اللي بينزل بالوحي. فاليهود قالوا لا احنا مش هنؤمن بيك، لو حد غير جبريل كنا امنا بيك. لكن هم وقالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان جبريل ده عدو لينا. وسيدنا جبريل عليه السلام هو امين وحي السماء وهو من اقوى الملائكة واقربهم لله سبحانه وتعالى. لكن ايه السبب اللي خلى اليهود يكرهوا سيدنا جبريل عليه السلام؟ هو ان في معتقد اليهود ان سيدنا جبريل عليه السلام هو اللي بينزل بالعذاب والهلاك على اي قوم، فسبحان الله فرقوا بين الملائكة في كل حاجة وما يعرفوش ان الملائكة دي بتنزل بأمر ربنا سبحانه وتعالى. بس كده يا صديقي، تابعنا على قناة الأستاذ حكاوي هنحكي قصص كتيرة. سلام عليكم.